سياحه اليخوت يا فندم، وده كان موضوع مهم جدا، وسيادتك وجهت لي ان لازم تبقى مصر زيها زي كل الدول المحيطه بينا. ما كانش عندنا ما يسمى بسياحه اليخوت. انشانا طبعا. ليه ما كانش عندنا سياحه يخوت؟ صاحب اليخت كان بيجي بيطلب، عايز يجي يزور مصر، كان بياخد تصديقات من 14 جهه، وكل جهه تدي له تصديق في يوم اثنين ثلاثه، كان بيصل الفتره من 30 الى 35 يوم. كل جهه كانت بتاخد رسم لوحدها. كل الكلام ده كان بيطفش او ما يخليش او بيعزفه ان هم يجوا مصر ويروحوا كل الدول المنطقه المحيطه سواء في البحر الاحمر او البحر المتوسط. سيادتك وجهت يا فندم الكلام ده لازم كله يتطور. اخذناه في قطاع النقل البحري حيث ان هو الجهه المختصه في وزاره النقل وفي الدوله. بقى عندنا منصه رقميه واحده يدخل عليها صاحب اليخت من امريكا، من اوروبا، من الدول العربيه، من اي حته، خلال نص ساعه لما يخش على المنصه ياخد التصديق، اتفضل بعد 30 دقيقه فقط بدل ما كان 30 يوم، 30 دقيقه فقط اتفضل بجدول كده، زور كل المراين والمواني اللي فيها محطات ركاب اللي انت عايزها، بناء على هذا الجدول تتفتش مره واحده ساعه الوصول وساعه المغادره، الرسم بيتاخد منك مره واحده في قطاع النقل البحري، عايز ترجع تجدد، عايز تروح جزر وده الجديد، اي جزر من الجزر المصريه يا فندم نسقنا مع القوات المسلحه ومع الامن القومي، وكل الجزر مفتوحه دلوقتي وبتتحط على الرحله بتاعه السائح اللي عايز يجي باليخت. الموانئ الخضراء، كل موانئنا يا فندم النهارده، اقدر احدك النهارده كل موانئنا خضراء، سواء فيها طاقه شمسيه، سواء فيها نظم بيئه مستدامه، سواء الرابعه فندم دي النظام الاو بي اس ده اللي هو امداد السفن بالطاقه، ده موضوع مهم جدا، ويمكن سيادتك لاحظته اثناء تشريف سيادتك لمينا اسكندريه. بقى عندنا دلوقتي فندم حاويات مبرده موجوده على الساحه واخده كهرباء بتحافظ على درجه الرطوبه او البروده بتاعه الخضروات والفواكه الطازجه. المركب نفسها فندم بدل ما كانت بتخش المينا تفضل واقفه مشغله الماكينات وتطلع عادم وتلوث البيئه، اصبحت المركب نفسها بتدخل بالقطارات اللي عندنا تراكي بدون اي محركات، تقف مبطله كل المحركات، تاخد كهرباء بالمنظر اللي موجود ده علشان لا تطلع عادم ولا تلوث البيئه. وده يبقى عندنا كل موانينا يا فندم الحمد لله مواني خضراء، وده احدث المعدات اللي خدناها من الترسانه البحريه والشركه المصريه لصناعه السفن اللي بتلوث اللي بتشيل كل او بتتخلص من كل المواد اللي بتلوث البيئه. عندنا فن كل الشهادات سواء شهادات الجوده او من كل المنظمات العالميه والايزو اللي بتراقب كل موانينا، ومن غير الشهادات دي يا فندم على فكره ما نقدرش، يعني الشهاده اللي على اليمين فوق دي اللي هي امن السفن والمواني، لو ما عندناش الشهاده دي في مراكب وفي شركات دلوقتي بتصر ان المينا تكون واخده هذه الشهاده عشان مركبها تخش، لو ما عندناش الشهاده دي ما تدخلش المينا. فكل ده يا فندم بطمن حضرتك عليه موجود عندنا. ده يا فندم هنا المجتمع المينائي ده سواء هيئه المينا او كل الحاجات اللي موجوده مع المينا سواء اجهزه وزاره الداخليه، اجهزه وزاره الماليه، كل الكلام ده فندم مربوطين على شبكه واحده تأدي كل مهمها بسهوله ويسر. ده يا فندم الشراكات اللي احنا عملناها لحد النهارده. لما فندم الموانئ كلها اتطورت وبقى في عندنا ارصفه كفايه وبقى في عندنا اعماق كفايه تمكن كل التحالفات العالميه اللي كانت هربت مننا نتيجه رضائط موانينا والخدمه في موانينا، هربوا راحوا الى المواني المجاوره في البحر المتوسط والبحر الاحمر. الحمد لله يا فندم منذ ان بدانا في خطه تاهيل المواني حتى قبل ما نخلصها، ولما سيادتك شرفتنا في مينا اسكندريه وحضرتك اعلنت ووجهت ان احنا لازم نبقى مركز التجاره العالميه للوجستيات، الناس يا فندم صدقونا في شخص حضرتك، صدقونا وكلهم جم وعملنا شراكات يا فندم مع الخمسه الاوائل في العالم في محطات التشغيل واولهم هاتشسون، والخمسه الاوائل في العالم في الخطوط الملاحيه واولهم ام اس سي. عندنا الخمسه زائد الخمسه الكبار زائد طبعا شركاتنا اللي موجوده المصريه والشركات العربيه موجوده معاهم، اصبح عندنا فندم شراكات نقدر في اي وقت نشحن اي بضاعه في اي وقت من اي مينا عندنا الى اي مينا اخرى، ونقدر ندخل تجاره الترانزيت في اي وقت. كل ده ما كانش هيجي لنا ولا هيسال فينا الا لما وثق في توجه مصر وفي رؤيه مصر وفي الموانئ المصريه فعلا اللي اتطورت وبقت بالمنظر ده. عوامل القوه الاقتصاديه فنم للدول غالبا، يعني عشان نقول في مجالنا احنا،
تقريبا بتتوقف على كفاءه او من العوامل بتاعتها كفاءه المنافذ البحريه اللي بتتحكم في حركه التجاره وتحقيق قوه الاتصال مع الاسواق العالميه. عشان كده ان شاء الله يا فندم في 2030 هيكون عندنا شبكه مواني مصريه مجهزه بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومواني اليه وقادره على خدمه التجاره الدوليه عن طريق الممرات اللوجستيه اللي هنجي لها دلوقتي المتكامله لتكون مصر ان شاء الله زي ما عرضنا حضرتك مركز للتجاره العالميه واللوجستيات.